وين ربع الهندي؟ اليوم برياني. أول شيء راح نجيب اللحم المغسول مع البهارات، راح أحطها لكم بالوصف، ونبتدي نتبل اللحم مع معجون من البرياني ونعطيه مساج فاخر جدا. والحين ننزل البهارات الصحيحة وراح أحطها لكم بالوصف، بعدها البصل على طول والزنجبيل، ونبتدي نحمسهم مع بعض. تعالي نحط اللحم اللي تبلناه وشوي شوي نقلب فيه لمدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة راح نحط الطماط والماي الحار، واطبخ يا معلم لمدة ساعتين. وضروري جدا مع البرياني صلصة الرايتا، طبعا هذه عبارة عن روب مع شوية ليمون، وبهارات عبارة عن فلفل أسود وسكر. وتالي نخلطهم مع بعض، وتالي ننزل عليهم النعناع. وباجي الحين عندنا الخضروات، راح أحطها لكم بالوصف، ونخليهم يا معلم يتعرفون على بعض. تالي راح يكون معانا هذا القوام اللذيذ. والحين بسوي عيش مشخول عبارة عن العيش والماي والهيل والملح، وكالعادة راح نشخله بعدين، وراح نخليه ربع استوى، مو استوى كامل يعني، خلوه ربع ساعة. نرجع اللحم راح نحط عليه النعناع والكزبرة ورشة من الملح، وتالي كأنك ما تدري خو قلبي، نزل عليهم الروب واحمس ويطلع معاك هذا القوام الجميل. الحين راح نجيب العيش الطبقة الأولى، والطبقة الثانية الحمسة، والطبقة الثالثة العيش، وننزل عليهم ماي الزعفران والكشمش والبصل المكرمل، وسكر عليه خله يرتاح يبا. الحين عقب ما ارتاح نص ساعة، يا سلام، شوف شوف معي، شوف الريحة وصلت العدلي، يا سلام. وطبعا الحين نبتدي نذوق. طبعا ولدي ما خلاني، ما أنا قادر أصور السب، هو طلعت يلا تحت، يلا تيك تو. طعم لذيذ جداً.